تصنيف الشر Classifying Evil، بعض المصطلحات المألوفة لنا من السهل استيعابها لكن تقريبا من المستحيل تعرفها. على سبيل المثال كلمة زي لعبة Game، زي ما المنطقي النمساوي لويج فيتجنشتاين في عمله المهم تحقيقات فلسفية Philosophical Investigation سنة 1953 قال إن تقريبا من المستحيل تعريف الكلمة، بالرغم من إن من السهل جدا علينا تفريق كلمة لعبة من أي عمل أو حدث آخر، الصعوبة بتظهر في محاولة طرح تعريف لمصطلح اللعبة فقط، ما بيتضمنش أو ما بينطبقش على أي شيء آخر. لو عندك شك حاول بنفسك إنك تلاقي تعريف لمصطلح لعبة ما بينطبقش على أي شيء آخر. هنناقش الفكرة دي بتفصيل أكبر في حلقات سلسلة فلسفة اللغة. بنفس الصورة في عدد من المصطلحات اللي بينطبق عليها نفس الفكرة، منها مثلا مصطلح الشر Evil، بالرغم من إن في عدد من التعريفات اللي طرحت عبر العصور إلا إن الجدال ما زال قائم إن كانت التعريفات دقيقة ومحددة بقدر كافي. وبما إن المجال مش هيتسع في الحلقة دي لمناقشة الجدل القائم حول تعريف معنى الشر، هنتجنب محاولة طرح تعريف رسمي لمفهوم الشر، وهنطرح أمثلة شائعة من خلالها نقدر نبني أرضية مشتركة عن معنى الشر محل المناقشة. على سبيل المثال الشر المتمثل في الكوارث الطبيعية زي الزلازل، الأعاصير، الحرائق في الغابات اللي بتودي بمئات وأحيانا آلاف الأنفس البريئة، أو الشر المتمثل في صراع الكائنات الحية من أجل البقاء، موت مئات الملايين من الكائنات الحية كوسيلة غذاء لكائنات حية أخرى، أو الشر الناتج عن الصراع البشري، موت الأطفال البريئة في الحروب والصراعات البشرية، صراع الكائنات الحية ضد الأمراض، موت أم حامل مع جنينها بسبب السرطان، الشر الناتج عن حالات الإعاقة العقلية الجسدية والنفسية لعدد كبير من البشر. الشر له صور وأشكال عدة من الصعب حصرها، وبالتالي الفلاسفة حاولوا يصنفوا الشر من خلال عدة طرق. أحد أشهر طرق التصنيفات دي هو التفريق بين الشر الطبيعي Natural Evil والشر الأخلاقي Moral Evil. الشر الطبيعي هو الشر الناتج عن الظواهر الطبيعية ومش نتيجة ممارسة عميل أخلاقي Moral Agent لحرية إرادته Free Will، زي الكوارث الطبيعية والأمراض البشرية. أما الشر الأخلاقي هو الشر الناتج عن إساءة استخدام عميل أخلاقي لحرية إرادته، وبالتالي بيصبح ملام على الحدث الناتج زي الكذب، السرقة، القتل، الاغتصاب إلى آخره. في الحقيقة الفيلسوف الإنجليزي جون هيك طرح وصف مختصر دقيق للتفريق ما بين نوعين الشر دول في عمله المهم الشر وإله الحب Evil and the God of Love سنة 1977، وقال الشر الأخلاقي هو اللي بننتجه إحنا بني البشر، القسوة، الظلم، الحقد والأفكار والأفعال الغير طيبة. أما الشر الطبيعي هو الشر الناتج في استقلالية عن أفعال البشر، الأمراض، الزلازل، العواصف، الجفاف، الأعاصير. لكن في تصنيف تاني للشر، الشر الغير مبرر Gratuitous Evil والشر الرهيب Horrendous Evil. غالبا هتكون سمعت عن شر كبير غير مبرر حدث لشخص قريب أو بعيد في دايرة معرفك، طفل اللي وقع من بلكونة في دور عالي وانتهت حياته نهاية مأساوية بدون سبب، الأم اللي أصيبت بمرض خبيث أنهى حياتها في أسابيع معدودة، أو الأب والأم اللي ماتوا في حادثة مأساوية وتركوا أطفال يتامى بدون راعي إلى آخره. يبدو أن الأحداث دي كلها بلا سبب أو هدف، ولو كان في فعلا وجود لله كامل القدرة Omnipotent، كامل العلم Omniscient، وكامل الخير والمحبة Omnibenevolent، مش كان من الأولى أنه يمنع الشر الرهيب الغير مبرر ده من الحدوث؟ إيه الحكمة من موت طفل في نهاية مأساوية بسقوطه من دور مرتفع؟ الشرور دي كلها بتندرج تحت تصنيف الشر الغير مبرر. الفيلسوف الأمريكي ويليام روي في ورقة بحثية بعنوان إشكالية الشر The Problem of Evil طرح مثال الغزالة بامبي كمثال على شر غير مبرر، وطلب مننا نتخيل غابة ضربها البرق والرعد فسبب شرارة، بدأت حريق كبير في الغابة، غزالة صغيرة بامبي اتحصرت والنار حرقت جزء كبير من جسمها لكنها ما قتلتهاش، وفضلت الغزالة بتعاني لعدة أيام قبل ما ينهي الموت آلمها. روي بيجادل إن عذاب الغزالة وألمها الشديدة من الحروق
يبدو انه شر غير مبرر، لان مش واضح ايه المنفعة الكبرى اللي هتحصل من منع معاناة الغزالة. لان لو منع معاناة الغزالة معناه منع خير او حدوث شر اكبر، اذا ساعتها بتصبح معاناة الغزالة ضرورية. لكن يبدو ان مفيش خير او شر مرتبط بالمرة بمعاناة الغزالة. هل كائن كامل القدرة العلم والخير كان من الممكن انه يمنع الشر الحادث من حريق الغزالة؟ او على الاقل ينهي حياتها بسرعة بدل من عذابها لعدة ايام؟ اما الشر الرهيب horrendous evil، دي الاحداث اللي بتحصل لانسان بيصبح من الطبيعي انه بعدها يعتقد ان تجربته الحياتية كانت غير طبيعية كباقي البشر. الست اللي بيتم اغتصابها وتعذيبها، الموت البطيء من الجوع، او الاعمال الارهابية اللي الضحايا بينتظروا قتلهم واحد ورا التاني في بطء. الفيلسوف الامريكي المعاصر بروس راسل طرح في ورقة بحثية بعنوان لماذا لا يتدخل الله لمنع الشر؟ Why doesn't God intervene to prevent evil؟ قصة واقعية لطفلة اسمها سو، The Sue Case. في الساعات الاولى بعد ليلة راس السنة سنة 1986، طفلة صغيرة في أسرة بمدينة فلينت ولاية ميشيغان اغتصبها جارهم وعذبها بوحشية طوال الليل قبل ما تلاقيها أمها جثة مخنوقة في الصباح. حالة من الشر الرهيب اللي تعرضت له الطفلة سو، اللي بيضعنا قدام تساؤل: لو الطفلة دي أتيح ليها أنها تنظر مرة تانية لحياتها القصيرة وتتسائل إن كانت حياتها في المجمل أفضل خير ممكن ليها، أو إن كانت أخدت فرصة عادلة في الحياة كالآخرين، حسب لك تصور ممكن تكون إجابة الطفلة على التساؤلات دي إيه؟ التقسيمين دول للشرور ما بين طبيعية وأخلاقية، غير مسببة ورهيبة، هيمثل التصور الرئيسي لأنواع الشرور اللي هنستخدمها في مناقشة إشكالية الشر بصورها وتقسيمتها المتعددة.